إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ. بيت العصر بس بكام؟ أن صوته حلو فيكم في القرآن مش عاوزين نتسلم بس كده؟ بس يا شيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. إن الأبرار على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. حبايبنا شربتوا عصير؟ ان شاء الله. يا مولانا تمام؟ انه عصير لذيذ ما شاء الله. حسابك كام يا حبيبي؟ لا خلاص يا شيخ. لا مش هي بسيطه. لا 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 والله ان شاء الله ما ينفعش. شايف والله مش هينفع والله. لا خلاص يا شيخ. يعني كده المشايخ خسروه؟ لا يا شيخ ده الحمد لله ان سمعنا صوتهم والقران بالدنيا. الله يوسع عليك. طب طالما انت كده هديتهم بالعصير بتاعك ليك عندي هديه اقبلها مني بقى. ثانيه واحده. اخبار العصير يا شيخ عبد الله؟ ايه اخبار العصير؟ ايه جميل كويس. ده اجمل حاجه هديك بيها. ده اجمل حاجه. الله يوسع عليك. الله يبارك لك. انت راجل صاحب واجب وربنا يبارك لك. الله يخليك حبيبي. الله يوسع عليك. نورتونا والله. الله يسكت. بطلع العصير بتاعتي انا بقى. اتفضل يا شيخ. حبيبي جزاك الله عني كل خير. بس عليك تفضل يا استاذ.